نروح لخبر ثاني ونتكلم هنا تحديدا عن موسم الرياض، وفي تجربة جديدة لمحبي حياة الشهرة والمشاهير أتاحت فعالية فيم فاكتوري للزوار رحلة فريدة من نوعها لتجربة أدوار الفنانين والمشاهير. كالعادة زميلنا مبارك الكويكبي أخذنا في جولة بداخلها وسط أجواء رائعة ومميزة، خلونا نتابع. حياكم الله مشاهدينا، متواجدين اليوم في البوليفارد رياض سيتي نعيش تجربة مصنع المشاهير. خلينا نشوف مع بعض التجربة هذه. اليوم راح تسمع أصعب حاجة في حياتك فعليا. اوكي طيب، مستعد؟ مستعد. بس على فكرة وقعت عندي حبيبي زياد. الله الآن أعرفك عن نفسي. تمام، أنا سامي، أنا أكبر مخرج إعلاني في العالم. إحنا وصلنا الآن إلى نص التجربة اللي إحنا فيها عايشينها اليوم، لكن البطاقة هذه هي فيها كل شيء. كل مرحلة راح تمشي فيها راح تسوي سكان وراح يعطيك معلوماتك كاملة عندهم تكون موجودة. بالأخير التجربة هذه كاملة راح توصلك على الإيميل. المشاهير اكيد رحلاتهم بتكون طيران خاص، فالتجربه هنا معيشينكم لحظه لحظه من بدايه النجوميه الى نهايتها. طبعا الان الموقع اللي احنا موجودين فيه يعيشونك حياه المراسل، البصمه، الفلاشات اللي هي ورانا. فخلنا اليوم نكمل اليوم تجربه المراسل. تفضل. اهلا وسهلا بالنجم مبارك. يعطيك العافيه. ما شاء الله عليك، متعود تمشي على السجاده الحمراء. والله للامانه انا من بداياتي يعني كنت احاول اني اوصل للمرحله هذه، واليوم الحمد لله حققنا نجاح اول البوم. هذول المرشحين معانا بجائزه افضل اداء موسيقي روح. طبعا تعبت السنه هذه للحصول على الجائزه هذه، واشكر فرقتي سعودي على المجهودات اللي هم بذلوها، ويعطيكم العافيه. وكذا انتهت جولتنا في استديوهات بوليفارد سيتي في مصنع المشاهير. طبعا التجربه قلت لكم من البدايه انا تاخذكم في تجربه المشاهير بحذافيرها. متواجدين هنا هم بوليفارد رياض سيتي، منطقه استديوهات بوليفارد سيتي. يعني مبارك عاش التجربة كاملة، واكتشفت انه عنده جانب اخر، هو نفسه شكله يغني، شفته قاعد يسوي زي كذا، ما ادري ايش هي الاغنية، يا له يا لا كذا حسسني انه يغني، بس مرة تجربة حلوة. انا زعلانة من مبارك. ليش؟ يروح يكتشف اشياء جميلة ولا يقول ولا يخبرنا ولا اي شيء، ياخذ بعضه يروح يصور يفاجئنا بالتقارير الحلوة اللي قاعد بيسويها. صحيح. طبعا فعلا.